السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان. اذا اليوم غنخدموا في هاد لا سيري هادي دي زيكزارسيس ديال لا لوسون الاول اللي هو لو موفمون اي لو روبو، الحركة والسكون. اذا كما كتشوفوا هاد لا سيري هادي فيها واحد المجموعة ديال لي زيكزارسيس، ان شاء الله الا خدمتوها كاملة صافي الدرس الاول غيكون عندكم مضبوط ان شاء الله 100%. اذا اول شيء، من اين نحصل على هذه الورقة، هاد السيري دي زيكزارسيس منين نجيبوها؟ بسيط الامر، غادي نخلي لكم الرابط. الرابط كما هو معتاد، تجي لهنا لهذا الاعدادي، تدخل الاعدادي غتلقى الثالثة اعدادي، تدخل الثالثة اعدادي، ثم تجي للفيزياء، واضح؟ ثم غتلقى ملخص ديال الدرس بي دي اف، تلقى الشرح ديال الدرس فيديو بالنسبة اللي ما شافش الشرح ديال الدرس، ثم سلسلة التمارين بي دي اف، اضغط على البي دي اف صافي غتطلع عندك الصفحة على هذا الشكل. ثم كتجي لهاد الأيقونة هادي تتحملها، تبدا التحميل، يعني تخلي عندك في التليفون أو في البيسي ديالك. نبداو على بركة الله باش ما نطولش الفيديو، يكون فيديو قصير. غادي نجاوب مباشرة على لي كيسيون ونشرحهم بطبيعة الحال، لكن ما غاديش نكسب، واضح؟ تخي بيان. دونك ليكزارسيس الأول، كومبليتي لي فراز سويفونت، يعني أتمم الجمل التالية. دونك عندنا الجملة الأولى، اون دي كو لو موفمون دان اوبجي اي، يعني نقول أن واحد الحركة ديال واحد الجسم هي كار بور لي ديكخير اون دوا شوازي ان كور ابلي، يعني بما أننا كنقولوا أن الحركة ديال الجسم باش ندرسوها خصنا نختاروا واحد الجسم آخر، وبالتالي كتكون الحركة هنا الحركة والسكون عندها واحد السمية، واضح؟ إذا الكلمة الأولى هنا هي لو موفمون اي لو روبو دان اوبجي اي غولاتيف، يعني نسبية، غولاتيف صافي. دونك اون دي كو لو موفمون دان اوبجي اي غولاتيف كار بور لو ديكرير اون دوا شوازي انكور ابلي ريفيرونسييل، يعني اننا كنسميو الحركة لو موفمون نسبية لاننا باش ندرسوها خصنا نختاروا المرجع لو ريفيرونسييل. تري بيان، ان اوبجي اي دي اون سي il change de position par rapport au référentiel choisi au cours du temps، يعني قال لك سيدي واحد الجسم كنقولوا انه واش في حاله حركه ولا في حاله سكون، الا كان الموضع ديالو تيتغير بالنسبه لذاك المرجع اللي اخترناه. دونك هنا الا كان الموضع ديالو تيتغير بالنسبه لذاك المرجع اللي اخترناه، تنقولوا ان الجسم راه في حاله حركة. تري بيان، دونك ان اوبجي اي دي اون موفمون، هنا موفمون الكلمة نكتبوها هنا، موفمون يعني حركة، فوالا. تري بيان، فالفراز التالتة، دون ان ريفيرونسييل شوازي، يعني في واحد المرجع حنا اللي اخترناه، لونسومبل دي بوزيسيون اوكيبي بار ان بوان لان موبيل اتون، فوالا. دونك هذا هو لا ديفينيسيون ديال لا تراجيكتوار، اللي شاف الفيديو ديال الدرس راه غيعرف شنو هو لا ديفينيسيون ديال لا تراجيكتوار، راه هو هذا. دونك هذا كنسميو اون تراجيكتوار، يعني مسار كونتيني ابلي، عفوا انا خطات هنا، دون ان ريفيرونسييل شوازي لونسومبل دي بوزيسيون اوكوبي بار ان بوان دان موبيل اتون لين، هنا عباره عن خط، خاصها تكون خط، سي كلير. دونك الا كانت عباره عن خط متصل، هاد لا لين يكون كونتيني متصل، دونك ابلي تراجيكتوار، يعني الا كان داك المسارات، دوك المواضع اللي تيمر منهم الجسم ربطناهم بواحد الخط، داك الخط لقيناه متصل، سي كلير. دونك هذا كيتسمى تراجيكتوار. دونك لا تراجيكتوار شنو هو؟ هما دوك المواضع ديال الجسم اللي تيمر منهم داك الجسم المتحرك، ملي كنربطوهم في خط كنسميو تراجيكتوار كيما شرحنا في الدرس. تري بيان، هاو هاد المثال هذا باش نعرفو نضبطو هذا مزيان. هاو دونك عندنا الموضع الاول والموضع الثاني والموضع الثالث والموضع الرابع، دونك ربطناهم بخط، هذا كيتسمى تراجيكتوار صافي. تري بيان، هاد تراجيكتوار هاد لا لين خصو يكون كونتيني متصل. كون ان بوان دان موبيل ديكري اون كورب لينيار، يعني قال لك داك النقطة اللي حنا درنا لها تراجيكتوار ديالها، لقيناك دير واحد الخط مستقيم لينيار، هي مستقيم، اون دي كو لا تراجيكتوار اي ريكتيلين، يعني شفنا لا تراجيكتوار اما يكون ريكتيلين يعني مستقيم، ولا يكون كورفيلين يعني منحني، ولا يكون سيركولير يعني دائري. دونك هنا لا كان لا كورب يعني المنحنى راه لينيير مستقيمي،
مستقيمي لينيار دونك راه لا تراجيكتوار تيكون كورفيلين مزيان بور ان سيركل اون دي كو ولا كان داك الكورب سيركل شنو نقولوا اون دي كو لا تراجيكتوار اي سيركولير اما الا كان ديكري اون كورب كيلكونك الا كان كيدير لنا واحد المنحنى كيلكونك معوج مقوس دونك في هذه الحاله كنقولوا ان لا تراجيكتوار اي كورفيلين كورفيلين تري بيان تو سيغمون دان سوليد اون reste parallèle à lui-même pendant le mouvement. D'autre part, tous les points d'un solide en décrivent des cercles centrés sur un même axe, des axes de rotation. Donc, on a isolé les types de mouvements, un mouvement de translation ou un mouvement de rotation. On a un mouvement de translation, fait un mouvement de translation. ريكسيلين وفيها كورفيلين وفيها سيركولير ياك ثم جينا للموفمون دو روتاسيون قلنا عندنا موفمون وحده اللي هي موفمون دو روتاسيون وباش نميزو قلنا باش نميزو ما بين موفمون دابا شوف معايا هنا باش نميزو نرجعوا شوف معايا هنا قلنا باش نميزو ما بين موفمون دو روتاسيون وموفمون دو ترانسلاسيون سيركولير اللي احنا عندنا حركه دوران وعندنا حركه ازاحه دائري الكثير كيغلط منها كيغلط فيها دونك لاحظ معايا اللي خدينا هذا الشكل غنشرحوه هنا ماشي مشكل دونك هذه هي عباره عن متجهه مثلا شوف هذا المتجه كتغير الاتجاه ديالها خلال عملية الدوران دونك الا كانت متجهة هنا كتغير هاد السيجمون هذا ولا هاد المتجه كتغير الاتجاه ديالها خلال الدوران هذيك تكون حركة دوران كنسميو موفمون دو روتاسيون اما الا كانت ما كتغيرش شوف كانت هنا افقية مازال افقية مازال افقية مازال افقية دونك هنا ما كتغيرش لا ديريكسيون ديالها دونك هنا كنسميو حركة هذيك كنسميوها موفمون دو ترانسلاسيون سيركولير حركة ازاحة دائرية دونك هنا في لا فراز الاولى عن كتب تو سيغمون دان سوليد اون ترانسلاسيون لا بلاتي نشوف هنا غيست باراليل دونك هنا اون ترانسلاسيون سيركولير يعني في حركه ازاحه دائريه تو سيغمون دان سوليد اون ترانسلاسيون سيركولير يعني في حاله ازاحه دائريه غيست باراليل يعني ان دوك لي سيغمون تيبقاو باراليل دائما دونك رسمت انا هنا واحد المتجه على باراليل مع هذه باراليل مع هذه باراليل مع هذه اما هنا لا واضح Très bien. Ou bien, c'est le tenir à rotation. Yani dawaran. Tout vecteur choisi d'un solide on ne conserve pas le même sens pendant le mouvement. Tout vecteur choisi d'un solide. Ay moutajia. Akhtarna amel wahed solide. Mazana wahed solide tigdo. Ou la rsams fi wahed moutajia. Ou l'qaitha ne change pas, ne conserve pas le même sens pendant le mouvement. اذا هنا الا كانت المتجهه ما كتحافظش على لو سونس ديالها بحال هذه اذا ما حافظتش على لو سونس ديالها هنا كانت افقيه هنا ولات عموديه هنا افقيه هنا عموديه او هنا نحو اليمين وهنا نحو الاسفل وهنا نحو اليسار وهنا نحو الاعلى اذا هنا اذا ما حافظتش على السونس دونك هذه تكون موفمون دو ترانسلاسيون تو فيكتور شوازي دان سوليد اون موفمون دو ترانسلاسيون ترانسلاسيون سيركولير من طبيعه الحال نو كونسيرف با عفوا سي با ترانسلاسيون سيركولير هنا روتاسيون اون روتاسيون سي كلير لان الروتاسيون هي اللي ما كتحافظش على لو سونس ديالها تري بيان ندوزو ليكزارسيس ثاني شوازي لا او لي بون ريبونس اون فواتور كي رول سور اون اوتوروت يعني واحد السياره كتحرك في لوتوروت واش اون موفمون بارابور ا لا روت واش هي في حاله حركه ولا في حاله سكون بالنسبه للارض على الطريق هي غاده على الطريق دونك راه اون موفمون دونك اون موفمون صحيحه او روبو بارابور او شوفور يعني قال لك راه في حاله سكون ديك السياره بالنسبه لذاك الشوفور اللي راكب فيها دونك هادي فغي سي كلار او روبو بارابور او اربر دو كوتي يعني قال لك في حاله سكون بالنسبه للاشجار اللي في الجوار ديال لوطوروت هادي خاطئه لان السياره كتحرك في لوطوروت وبالتالي حتى دوك الاشجار اللي كاينه في لوطوروت غادي السياره تكون بالنسبه لهم في حاله حركه وبالنسبه للسياره هما غادي يكونوا في حاله حركه Le mouvement de la Lune autour de la Terre. حركه دوران القمر حول الارض. حركه دوران القمر حول الارض. يعني حركه دائريه. Une trajectoire curviline. كدير واحد لا trajectoire curviline. Rectiline. Donc خطأ. Une trajectoire curviline. خطأ. Une trajectoire circulaire. Oui. لان المسار ديال القمر حول الارض عنده واحد trajectoire circulaire. يعني دائريه هذه اللي صحيحه الثالثه. Un point de la rue d'une bicyclette qui roule sur une trajectoire rectiligne
هوريزونتال ا اون تراجيكتوار واش دونك عندنا مثلا عندنا واحد العجله ديال الدراجه عجله ديال الدراجه ربطنا فيها واحد قطعه ديال البلاستيك مثلا في السلك من الاسلاك ديال دوك العجله ديال البيكرا ربطنا قطعه البلاستيك دونك ديك البلاستيكه ملي غيتحرك ملي تحرك الدراجه ديك البلاستيكه تقدوها واش دابا لا تراجيكتوار ديالها بالنسبه 1.2 لا رو دون بيسيكليت كي رول سور اون تراجيكتوار ريكتيلين هوريزونتال ا اون تراجيكتوار واش لا تراجيكتوار ديالها غيكون ريكتيلين دون زان ريفيرونسييل لي ا لا تير يعني بالنسبه لواحد الشخص اللي كاين في الارض لا تراجيكتوار ديالها غيكون ريكتيلين غيكون مستقيمي لا ما غاديش يكون مستقيمي دونك واش غيكون سيركولير بالنسبه لواحد الشخص اللي المرجع ديالو هو الارض نو ما غاديش يكون سيركولير وانما غادي يكون غيكون سيركولير بالنسبه لواحد المرجع اللي هو في الدراجه سي كلير مثلا خدينا لاكس ديال الدراجه خدينا لاكس ديال الدراجه غيكون ديك النقطه اللي حنا درناها في داك السلك كدير واحد دوران كدير واحد واحد لا تراجيكتوار سيركولير دونك اللي صحيحه هي الثالثه هادي راه باش تفهموها راه ممكن ترجعوا للانترنيت في اليوتيوب ديروا شي فيديو باش تشوفوها مزيان ديروا مع كتبوا هاد الافكار وطلع لكم ان شاء الله ليكزيرسيس 3 قال لك سيدي اون كونسيدير لا فيغور سويفونت عندنا الموسكي وعندنا رشيد هو اللي ركب على الدراجه وعندنا هاد الاربر هادي وعندنا كمال او جالس كيتشمش مع راسو مزيان وعندنا هاد الشجره تري بيان كومبليتي لي بوينتي بار لي مو او روبو لا اون موفمون يعني نكملوا هاد الفراغات بهاد الكلمات المناسبه واش او روبو لا اون موفمون عندنا رشيد اي فين هو رشيد هو هاد واش اون روبو بارابور ا كمال بالنسبه لكمال رشيد غادي كيتحرك دونك اون موفمون تري بيان رشيد اي بارابور ا لا موسكي رشيد بالنسبه للمسجد هو غادي رشيد كيتحرك دونك اون موفمون رشيد اي بارابور ا سون فيلو رشيد بالنسبه للدراجه ديالو كي داير سي اون روبو ما كيتحركش لان الموضوع ديالو ديما معاه كمال دابا نشوفوا كمال بارابور ا رشيد نفس الشيء كمال بالنسبه لرشيد راه اون موفمون واخا كمال جالس واضح لان الموضوع ديالو تيتغير كمال اي بارابور او اربو كمال كيدير بالنسبه للاربو اون روبو دونك هنا اون روبو لا موسكي اي بارابور ا رشيد بالنسبه لرشيد لا موسكي راه كيتحرك واخا لا موسكي راه في المكان ديالو لكن اللي كيهمنا حنا هو الموضع واضح تري بيان دوزو ليكزارسيس 4 تري فاسيل هذا بريسيزي لو تيب دو شاك تراجيكتوار دونك شحال عندنا من تيب دو تراجيكتوار هنا عندنا واحد جوج ثلاثه خصنا كل واحد ونقولوا واش سيركولار ولا ريكسيلين ولا كيرفيلين دونك خدينا لا تراجيكتوار الاولى هذا شوف لا لين كي داير هاد لا لين ريكسيلين دونك هذا يكون تراجيكتوار ريكسيلين وهذا كي داير منحني دونك غنسميو تراجيكتوار كيرفيلين وهذا اوس اذا غنسميو تراجيكتوار سيركولار دائري ليكزارسيس 5 بريسيزي لو تيب دو شاك موفمون عندنا هاد لي تيب هاد لي موفمون اللي كاين هنا وحنا كل واحد واش غنقولوا واش اون ترانسلاسيون ولا اون روتاسيون اون انديكون لو تيب دو ترانسلاسيون بالنسبه للترانسلاسيون واش غنقولوا واش ترانسلاسيون ريكسيلين ولا كيرفيلين ولا سيركولير واضح تري بيان دونك نمشيو لا شوف كي داير هاد الفيكتور هذيك تحافظ على لا ديريكسيون ديالها مزيان دونك هادي ترانسلاسيون اش من ترانسلاسيون واش ريكسيلين ولا كيرفيلين ولا سيركولير دونك كيرفيلين تري بيان هنا لاحظ معايا هنا المتجه ما كتحافظش على لا ديريكسيون ديالها دونك راه روتاسيون هنا كتحافظ على لا ديريكسيون ديالها دونك هنا كتحافظ على لا ديريكسيون دونك راها موفمون دو ترانسلاسيون سيركولير تبارك الله عليكم موفمون دون باريير روتيير هنا هاد لابار هادي اللي كتكون في طريق السيارة في لوطوروت ملي كنخلصو كتهز دونك هادي الحركة ديالها ملي غتكون غادي طالعة بالنسبة لهذا كي دايرة موفمون دو غوطا موفمون دو غوطاسيون تخي بيان وهادي لاحظوا لو موفمون ديال لاسانسور يعني المصعد دونك الا خدينا مثلا هاد الفيكتور ا بي شوف ا بي هنا كتوازي ال ا بي دونك هادي ترانسلاسيون وكي دير لا ترانسلاسيون خصنا نقولوا لو تيب ديالها واش ريكسيلين ولا كورفيلين ولا سيركولير دونك ريكسيلين مستقيميه تري بيان
L'exercice 6, Sarah est assise à côté de son frère, Ahmed, qui conduit sa voiture. Yani Sarah, choisit un référentiel au Sarah. L'axe de l'exercice. Nous avons un repos. Donc, je pense au repos. Je vais voir ce que le marge. Donc, vous allez connaître. إما خوها son frère أو la voiture. Très bien. باش تكونصارو أون موفمون إما نختارو لاربغ أو la route هو لو ريفيرونسييل. هنا شوازي أن ريفيرونسييل أو لاربغ. هنا قالك اختار واحد المرجع بالنسبة لديك الشجرة. قالك إلا كانت شجرة أو غوبو دونك شكون هو غيكون المرجع؟ تكون هو la route الطريق. وباش تكون شجرة أون موفمون دونك إما نختارو سارة ولا son frère ولا la voiture. Très bien. 7. On considère le mouvement du jeu de parc suivant. Donc, préciser la nature de la trajectoire du mouvement de la nacelle. Donc l'arabe, c'est ma nacelle. L'arabe, c'est l'écran que vous faites. Qui dirait le mouvement d'hier? L'arabe, c'est un mouvement d'hier. L'arabe, c'est un mouvement d'hier. La direction ديالها واضح خلال عمليه الدوران وبالتالي هاد لي ناصين كيديروا موفمون دو ترانسلاسيون سيركولير تري بيان ثاني كيلي لو تيب دو موفمون دو لا غروند روي هاد العجله الكبيره كي دايره الحركه ديالها مثلا خديت انا واحد النقطه هنا نلقى الحركه ديالها حركه دوران دونك بالنسبه لهاد العجله الكبيره لو موفمون ديالها سي اون موفمون دو روتاسيون اما الناصيل ترانسلاسيون اما العجله روتاسيون 3 بريسيزي لو تيب دو موفمون دون ناصيل قال لك سيدي عطينا طبيعه الحركه ديال الناصيل واش موفمون دو ترانسلاسيون ولا موفمون دو روتاسيون انا راه خطأ قبل انا راه طلب منا لا تراجيكتوار دونك انا لا تراجيكتوار غنقولوا كي داير لا تراجيكتوار ديالها سيركولير لا تراجيكتوار سيركولير اما لو موفمون ديالها سي اون موفمون دو ترانسلاسيون circulaire mouvement de translation circulaire voilà donc je ne vise au même le massard circulaire amène le mouvement d'ira le mouvement de translation circulaire donc comme je te حاول ناخذ واحد مجموعه ديال لي اكزرسيس في واحد الوقت طويل رغم انني ما كتبتش الكلمات واش نكسبوش ما نضيعوش الوقت كتعرفوا انا الكتابه هنا على على البي دي اف ولا على الوورد في البي سي كتطلب شويه الوقت هادشي باش ما نضيعوش الوقت نحاولوا ان شاء الله نخدموا دي زيكزيرسيس كثار سورتو في الدرس ديال لا فيتيس مويان اللي غنديروا ان شاء الله وكذلك في الماط وفي المواد الاخرى لا يسر الله ولا دعمتوا القناه ديالكم بالمشاركه ان شاء الله تبارك وتعالى والاشتراك في القناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.